السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة وجميلة. هنعمل الفريك بالكبد والقوانص. الطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله يعجبكم. الفريك حلو جدا للناس اللي بتعمل دايت، يعني احسن من الرز والكلام ده، ويعني اي كمية قليلة منه بتشبع. وهنا انا حطيت عليه مكسرات، طريقة جديدة ان احنا نحط عليه مكسرات وزبيب، بيدي طعم جميل جدا. خليكم معانا شوفوا الطريقة، ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم باذن الله. هنقول بسم الله وهنجيب بقى ان شاء الله مع بعض كده. هنجيب حلة ونحطها على النار، وهنحط اي مادة دهنية انتوا بتفضلوها. انا هحط هنا الزيت على سمنة زي ما احنا شايفين. لما السمنة تسيح هبتدي احط الكبد والقوانص. الكبد والقوانص دي بتاعه حمام، يعني انتم ممكن تعملوه مع الحمام بدل ما تحشوا بيه الحمام، او ممكن تاخدوا شويه تحشوا بيها الحمام والباقي تعملوه بالطريقه دي. بحط عليه توابل، ملح، بحط عليه فلفل اسود وسبع بهارات وحبه قرفه، وبفضل كده اقلب فيه. وبعدين بكون غسله كوبايتين من الفريك، مش بنقعهم كتير، يا دوب بغسلهم واسيبهم هما بيتشربوا الميه وبيطروا. بفضل اقلب فيهم كده لحد لما ينشفوا. بعدين بحط هنا عندي بصله مبشوره، بروح حطها وبرده بتبلها بالفلفل والسبع بهارات وسنه قرفه، واقلب فيهم كده. بحط عليهم كوبايه ميه، واول ما تغلي هسيب بقى الخليط ده بقى لحد لما يستوي على نار هاديه. وده بعد ما سيبناه كده اتشرب، شايفين مفلفل ازاي. دلوقتي بقى هنصبه في الطبق، شايفين شكله ازاي، عامل ازاي ومفلفل وحلو جدا. طبعا لو احتاج ميه تاني وانت بتسوي حطي، لكن ما تحطيش ميه من الاول علشان ما نعرفش نوع الفريك، عشان ما يعجنش منك. يعني حطي في الاول كوبايه للكوبايتين الفريك. وبعدين انا هزوق هنا بالمكسرات، محمره المكسرات زي ما انتوا شايفين كده، بنحمر المكسرات ونحطها، وكمان بنحط عليها زبيب. طبعا دي حاجه يعني اختياريه، تقدري تحطيه او ما تحطيهوش. بتمنى الوصفه دي تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.